مسألة طب احنا او من وجهة نظركم او الخلاصة اللي وصلنا لها في هذه الأجندة، احنا هنذهب لحكومات التكنوقراط، هنذهب لحكومات الحقائب السياسية، هنعمل مزج، طب هنبدأ امتى نوصل للشكل العالمي بتاع حكومات السياسيين تحمل الحقيبة السياسية وتنفذ استراتيجية الدولة؟ بس الأول هروح لست النائبة رشا وملف التعليم. الملامح الرئيسية بتاعت برنامج رئيس مصر القادم 24-30، ملف التعليم واحد من أتقل الملفات، والرئيس اتكلم عليه كتير جدا واتكلم على تكلفة هذا الملف، التكلفة الباهظة. الملامح الرئيسية اللي قدرتوا توصلوا لها إيه يا رشا؟ يعني خلينا أقول لحضرتك أن كل النقاشات والجولات والزيارات اللي احنا قمنا بيها كفريق عمل البرنامج في الحقيقة اتفقوا بنسبة 100% على أولوية أن يكون التعليم على رأس أولوية الدولة المصرية، على رأس أولوية عمل الرئيس القادم، أن لا يعلو صوت فوق صوت التعليم في المرحلة القادمة. وعشان كده شفنا، وفي الحقيقة وإحنا برضو بنناقش كل ما يخص التعليم، ما كانش عندنا خطوط حمراء، ما كانش عندنا حاجات ممنوعة. ففي الحقيقة وصلنا أنه لابد من سرعة إصدار قانون المجلس الأعلى للمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وده برضو اتساقا مع مخرجات الحوار الوطني. وده ليه؟ لأن كان في سؤال مهم جدا بيطرح، من يفكر للتعليم في مصر؟ احنا للأسف عندنا رؤية وطنية موجودة وهي رؤية مصر 2030 فيما يخص التعليم، ولكن للأسف لا أحد يعمل بها. رؤية مهمشة على الرغم أن هي رؤية يعني زي ما قلت لحضرتك هي رؤية متكاملة موجودة كاملة العناصر قابلة للتنفيذ، ولكن لا أحد يعمل بها.